صحف آسيا وأوقيانوسيا الصادرة اليوم نبدأها من الصين، حيث أفادت صحيفة تشاينا دايلي أن وزارة الخارجية الصينية أدانت بشدة طلب الولايات المتحدة غلق القنصلية العامة الصينية في هيوستن، معتبرة أن هذه الخطوة استفزاز سياسي، وأن بكين ستقوم بالرد إذا لم تلغي واشنطن على الفور قرارها الخاطئ. وفي كامبرا كتبت صحيفة ذا سيدني مورنينغ أن تدابير العزل الجديدة المقررة في ولاية فيكتوريا للحد من انتشار وباء فيروس كورونا من شأنها أن تكلف الاقتصاد الوطني 3.3 مليار دولار وأن تؤخر تعافي أستراليا من الركود الناجم عن الوباء. وإلى تايلاند، حيث كتبت صحيفة بانكوك بوست أن السلطات قررت تمديد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لمدة شهر إضافي حتى 31 من شهر غشت القادم. أما في الهند فقد كتبت صحيفة هندوستان تايمز أن الباحثين عن عمل في الهند قل اهتمامهم بفرص العمل في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انخفض الطلب إلى 42% في يونيو 2020 مقابل 58% في يناير 2019. وفي أندونيسيا أفادت صحيفة ذا جاكرتا بوست أن شركة صيدلية أندونيسية قد حصلت على موافقة لاختبار لقاح كوفيد-19 من الشركة الصينية سينوفاك ابتداء من 3 غشت المقبل. ونختم جولتنا من الفيتنام، حيث اهتمت صحيفة لو كوري دو فيتنام بالعلاقات الثنائية بين هانوي وأوكلاند، وكتبت أن رئيس الوزراء الفيتنامي ونظيرته النيوزيلندية أعلنا خلال محادثات عبر الانترنت عن الارتقاء بالعلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية.